نحو المزيد من الغرق والفوضى والعزلة تتجه الولايات المتحدة بسياستها في الشرق الأوسط، فإلى جانب تورطها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعمها غير المحدود، ها هي تشن عدوانا سافرا على اليمن المثخن بالجراح، خطأ جسيم اعتبرته صحيفة فورين بوليسي الأمريكية، مشيرة إلى أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن شن غارات جوية على اليمن خطأ غير محسوب لإدارته وتورط في حرب اليمن، كما أنه تهديد بتوسيع الصراع ليصبح رابع رئيس أمريكي يهاجم اليمن. يعرف العالم فداحة ما ارتكبته أمريكا في عدوانها على دولة ذات سيادة بهدف حماية إسرائيل، لذا دانته الدول الحرة ورفضت دول أخرى بعضها من حلفاء واشنطن نفسها الانخراط فيه، وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. ارتكبت واشنطن جريمتها في اليمن مبررة قرارها بالحاجة إلى تأمين خطوط الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وهو تبرير تكذبه الوقائع، فهجمات الحوثيين لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، وتأمين البحر الأحمر لم يكن بحاجة إلا للضغط على إسرائيل لإيقاف حربها الهمجية على قطاع غزة. ولكنها المعايير المزدوجة ونفاق أمريكا، وقد فضلت إشعال حرب أخرى على إطفاء الأولى لتستمر المنطقة في دوامة من الصراعات غير آبهة بآلاف الضحايا الذين يسقطون في سبيل الحفاظ على طفلها المدلل إسرائيل. وأمام كل ذلك يزداد الغضب الشعبي من الدولتين في اليمن وفلسطين وكل دول العالم، وتتوحد الرغبة في استمرار النضال حتى الخلاص من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.